مشهد آخر من مشاهد المواجهة بين المحتجين المناوئين للحكومة البحرينية وبين قوات الأمن والشرطة. فتية وشبان يرشقون عناصر الشرطة بالحجارة، فيرد هؤلاء بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. الاحتجاجات كانت قد بدأت بمسيرة سلمية في بلدة بني جمرة الواقعة غربي العاصمة المنامة. مئات المشيعين والمحتجين تجمعوا في هذه المقبرة حول ضريح الناشط الشاب علي خليل الصباغ الذي قضى في انفجار قنبلة يوم الثلاثاء الماضي. المعارضة تقول إن قوات الأمن هي من اغتالته بإطلاق قنبلة صوتية على رأسه، أما الحكومة فتقول إن الصباغ قضى جراء انفجار قنبلة يدوية الصنع كان يحملها ليزرعها في مكان آخر. الهتافات المناوئة للحكومة والمطالبة بسقوط النظام سرعان ما تطورت إلى مواجهات عنيفة بين المحتجين من جهة وبين عناصر الأمن والشرطة من جهة أخرى. مشهد لطالما تكرر كثيرا خلال الاحتجاجات التي تشهدها الجزيرة منذ شهر فبراير شباط عام 2011 وسقط فيها نحو 140 شخصا. الاحتجاجات الأخيرة جاءت في أعقاب توجيه جماعات حقوقية دولية اتهامات للسلطات البحرينية بشأن ما وصفته بالاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين. تقول تلك الجماعات إن الشرطة تطلق الغاز مباشرة داخل المنازل والسيارات، مما يتسبب بوقوع إصابات خطيرة في صفوف المواطنين. إلا أن الحكومة تقول إن قيام المتظاهرين بإحراق الإطارات وبإلقاء القنابل الحارقة على عناصر الأمن والشرطة أخطر من استخدام السلطات للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. ضاحي حسن، BBC.